المرأة المصرية عبر تاريخها الطويل ذكرتنا بالفعل بتفاصيل هذا التاريخ وكيف تطور الأمر بأن يصل الوضع بالمرأة المصرية إلى هذه الدرجة. يمكن الرئيس اتكلم من أول ما جه عن تمكين المرأة، والنهاردة الحقيقة كان في حديثه بيعبر بالفعل عن قناعاته الشخصية بضرورة أن يكون للمرأة دور محوري في كل مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. السيد الرئيس يمكن النهاردة لما السيدة الدكتورة وزير التضامن، أولا الحقيقة أنا عايز أحيي دكتورة مايا مرسي لحاجتين. حاجة الأولى، هذا النظام وهذا التنظيم الذي رأيناه الآن بين المجلس القومي للمرأة حاجة بديعة الحقيقة، نظام، التزام، وعي بالمسؤولية. اثنين، الكلمة التي تحدثت من خلالها دكتورة مايا مرسي لتعكس موقف المرأة المصرية من هذا الذي يجرى، سواء القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحين والآخر بما يمكن المرأة من المزيد من الحقوق، سواء المواقف التي اتخذها السيد الرئيس على كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وسواء بالأمال والطموحات والرؤى التي يمكن أن ترسم ملامح المستقبل بالنسبة للمرأة المصرية. ولم تنسى دكتورة مايا مرسي الحديث عن المرأة الفلسطينية والعربية وكيف تواجه المرأة الفلسطينية هذا العدوان البربري الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد عشرات الألوف من البشر. حقيقة كلام دكتورة نيفين الخباج أيضا كان يصب في هذا الاتجاه، ولما تكلمت عن الصندوقين الخاصين بالمرأة السيد الرئيس أمر بعشرة مليار، 5 مليار لصندوق و5 مليار للصندوق الآخر، وكانت دي لفتة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة المرأة المصرية وكبار السن اللي محتاجين لهذا الدعم. لكن أنا توقفت قدام كلام الرئيس عندما طلب من رئيس الحكومة أن الدولة تدخل شريك في استيراد السلع الغذائية وبيعها للمواطن بأسعار معقولة حتى لا يترك الأمر لبعض فئات المستغلين بقوت الشعب المصري، ودي كانت الحقيقة إشارة من السيد الرئيس لأنه يدرك حقيقة ما يجرى ارتفاع الأسعار وجنون الأسعار وانعكاسات ده على المواطنين الغلابة وعلى الطبقة المتوسطة وعلى كل الناس. ده أمر لا أحد يستطيع تحمله، وعشان كده السيد الرئيس بيحاول على قدر المستطاع أن يحل بعض الأزمات والمشاكل الخاصة بهذا الأمر، وقال لرئيس الوزراء ممكن تاخد 2 مليار أو 3 مليار بس خلصونا، هاتولنا سلع استراتيجية من بره وبالذات المواد الغذائية عشان تتباع بسعر معقول. زي ما قال الرئيس في يوم من الأيام إن المشكلة هي مشكلة الدولار، لو حلينا مشكلة الدولار بالتأكيد سننطلق إلى آفاق أوسع، استثمارات، حل مشكلة مستلزمات الإنتاج، توجيه الأموال للصناعة والزراعة، كل ده هيساعدنا في الفترة الجاية على أن احنا نخفف من الحمل التقيل اللي على الشعب المصري. ولكل ذلك الحقيقة يعني النهاردة كان الشعور السائد العام داخل هذا المؤتمر الضخم جدا واللي اتكلم فيه عدد من المسؤولين الذين طرحوا رؤاهم، وختم الكلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد